مشاهدينا الكرام، للعودة لموضوع الإدانات المحلية والعالمية لحملة الإعدامات في العراق والتي تنفذها حكومة بغداد، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الشيخ أحمد الغانم، عضو الأمانة العامة لمجلس عشائر العراق العربية في جنوب العراق. مرحبا بك شيخ أحمد الغانم. أصدرت الأمانة العامة لمجلس عشائر العراق العربية في جنوب العراق بيانا، أصدرتم يعني هذا البيان أدنتم فيه حملة الإعدامات التي تنفذها الحكومة في بغداد ضد المدنيين. يعني هذه الإعدامات كيف تفسرونها؟ كيف تنظرون إليها؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وحيا الله المشاهدين. أهلا بكم. بالنسبة للإعدامات، الحقيقة نلاحظ عندما يحدث أي إرباك في إداء الحكومة، أو عندما يحدث أي انتهاك لحقوق الإنسان من قبل الميليشيات، هذه الميليشيات التي تتحكم في العراق، يكون هناك ضغط على رئيس الحكومة من هذه الميليشيات وهذه الأحزاب المتنفذة، تضغط على رئيس الحكومة بالمصادقة على تنفيذ حكم إعدام بحق المتهم. وهذه ليست المرة الأولى، وإنما حدثت عدة مرات من قبل الحكومات المتعاقبة التي حكمت العراق بعد الاحتلال. وهذه الأعمال الانتقامية التي تقوم بها الحكومة بحق العراقيين، أولا لإرضاء هذه الأحزاب المتنفذة والميليشيات، والنقطة الأخرى لكي تظهر نفسها أمام العالم بأنها جادة في محاربة الإرهاب والقضاء عليه، علما أن هذا الإرهاب الحقيقي هو إرهاب الدولة التي تقوم به الميليشيات والأحزاب المتنفذة في العراق. طيب شيخ أحمد، يعني ما الذي دفعكم للإقرار بأن هذه الإعدامات طالت أبرياء، يعني وأن هذه المحاكمات لم تتوفر فيها مقومات العدالة؟ أخي العزيز، نعلم جيدا أن اعتقال المواطنين هو نتيجة المخبر السري، وهذا المخبر السري مجهول، هذه نقطة. وأن جميع الاعترافات التي أخذت أو انتزعت من المتهمين الأبرياء هي باطلة وغير صحيحة، لأنها جاءت نتيجة التعذيب والترهيب، وكذلك التهديدات المستمرة للمتهمين وملاحقة عوائلهم أو الانتقام منهم. وهذه نقطة كلنا نعلم أنها كانت تصب في إجبار المتهمين بالاعتراف بأمور غير دقيقة وغير صحيحة. وكلنا نعلم أن هذه الأحكام الجائرة التعسفية الظاهرة صادرة من قضاء، أخي هذا القضاء مسيس ومحاكمات فاقدة للشرعية والمعايير غير عادلة، وأن إدانتها للمتهمين هي تنفيذا لرغبة الأحزاب الطائفية وهذه الميليشيات المتنفذة في العراق. علما أكو نقطة مهمة جدا أخي، أن القضاء لا يسمح لهؤلاء المتهمين بتوكيل محامين للدفاع عنهم، والجميع يعلم أن هذه التهم هي تهم كيدية، هي من أجل انتقام أو تهم من أجل الطائفية التي الآن هي في العراق. طيب إذا يعني إنها تهم كيدية من وجهة نظركم، وأيضا جاءت عن طريق المخبر السري وتم الزج بهم في السجون، وبالتالي التصديق على هذه الإعدامات دون محاكمات عادلة. هذا التوقيت جاء، يعني توقيت الإعدامات جاء مع الوضع الأمني المتردي، الحالة الأمنية المتردية، التفجيرات في العراق وعمليات القتل والفوضى، أثمة ربط بينهما؟ الحقيقة هذه الإعدامات أن هناك صراع سياسي يحدث بين الأحزاب الطائفية وبين هذه الميليشيات. نلاحظ أن بعد أي صراع سياسي يحدث هناك تفجيرات، أنا أعتقد أنها مخطط لها مسبقا، وهو من أجل إرباك الوضع الأمني في العراق وصرف الأنظار عن ما يحدث من انتهاكات خطيرة بحق العراقيين من قبل هذه الأحزاب والميليشيات التي تنفذ هذه الأعمال الإجرامية. ونلاحظ أيضا بعد كل هذه الأعمال أن هناك يصير ضغط كبير من هذه الأحزاب إلى رئيس الدولة إلى تنفيذ حكم الإعدام بالمتهمين، وهذه تتكرر عدة مرات، لأن السبب الحقيقة السبب الوحيد هو ضعف النظام السياسي في العراق وتدهور الأمن، وأن رئيس الدولة هو أسير لهذه الأحزاب والميليشيات.
نعم، وحقيقة أن هناك تغطية من قبل الحكومة التي هي غطاء لهذه الميليشيات، تغطي على جرائمها التي تنفذها بحق العراقيين، وتعتبر نفسها الميليشيات أخي وهذه الأحزاب المتعددة أنها هي فوق القانون ولا تخضع للعقاب أو المسالة، وهذه جاءت طبعا في ظل هذه الحكومات التي تغطي على جرائم هذه الأحزاب المتنفذة وهذه الميليشيات. إذن على يعني إذا ربطنا ما يجري في العراق الآن، يعني على الجانب الآخر عمليات التعذيب في السجون العراقية لا تتوقف، وباعتراف اللجنة المشكلة من عدد من النواب تؤكد أن عمليات التعذيب يعني إلى الآن جارية. يعني إذا ما ربطنا هذا الاعتراف والتأكيد بالأحكام التي صدرت بالإعدامات، يعني إعدام 340 متهما، إلى أي مدى يمكن التعويل على الأحكام القضائية؟ احنا الحقيقة نعرف انه القضاء في العراق مسيس، والقضاء الديرة هذه الأحزاب والميليشيات المتنفذة، وان اعلان او الضغط على الرئيس الحالي برام صالح بالموافقة على تصديق الإعدام بحق 340 متهم هو امر حقيقة يثير الاستهجان، ودليل واضح ان الرئيس الحالي لا يستطيع ان يرد اي طلب لهذه الأحزاب، وأنه يعلم جيدا أن الاعترافات التي أطلق بها المتهمين هي جاءت نتيجة التعذيب الذي يمارس ضدهم في السجون، وهذه الأحكام حقيقة غير عادلة، وهذه الأحكام جاءت نتيجة هذا القضاء المسيس الذي تديره هذه الأحزاب وهذه الميليشيات. شكرا لكم شيخ أحمد الغانم، عضو الأمانة العامة لمجلس عشائر العراق العربية في جنوب العراق، نشكركم شكرا جزيلا.